السلام عليكم متتبعي مطبخ تقوى جوري. اليوم باذن الله غادي نشارك معكم مسمنات بالكفته والخضار شويه ديال الشحمه، تيجي ولدات ورائعين. كما كتشوفوا هنايا حكيت القرعه خضراء، جوج قرعات، جوج خيزوات، بصله مشلضه، وحطيته فوق النار مع القليل من الكفته. المهم الكميه اللي عندكم، يا عندكم ديال البقري يا عندكم ديال لادان، حتى هي كتجي زوينه. صافي هنايا راني استعملت خليتهم حتى تشحروا، كما كتعرفوا حتى الخضره شربت الماء ديالها. غنضيفوا هنا الزيت، غادي نضيفوا الخرقوم، غادي نضيفوا السكينجبير، اللي عندها الهريسه ديرها، اللي ما عندهاش تستعمل الشاونيه كما استعملت. تحميره هنايا الشاونيه وراس ملعقه. صافي غادي نديروا العطريه ديالنا كلها، وبما ان الخضره ديالنا شربات الماء دابا غادي نديروا غادي نشحروها غير بشويه في الزيت. عندي هنا الخرقوم، غير تدخل العطريه في الخضر في الكفته. صافي غادي نزولوها من على النار. من بعد ما غادي نضيفوا شويه ديال الشحمه، اللي ما بغاش الشحمه ما يضيفهاش، اللي ما بغاهاش ما يضيفهاش. المهم هي كتعطي واحد البنه وكتعطي واحد المذاق كتواتى بزاف مع الكفته. اللي ما عندهاش الكفته وبغى دير غير الشحمه حتى هي راه كتجي زوينه بزاف. اللي ما بغاتش دير الخضره ودير غير البصله، تقوي البصله بالحق، تقوي البصله كتجي لذيذه مع الشحمه. كما كتشوفوا هنا هذا الربيع، هذا القزبر المعدنوس قطعته وطحنته مع الثومه ودرته في الثلاجه. بصراحه هذه الطريقه كتجي زوينه، خليتها غير الطواجن وخليتها بحال كل هاد الخبيزات هادو، كتجي كتبقى الريحه ديالو يا سلام. كنحطو غير في الثلاجه لتحت، وطبعا الاخر رانا مقطعه ودايره في الكونجيلاتور. هذا كنخليه بحال كل الخبيزات، وكنخليه الطاجين كيعطي واحد المذاق يا سلام. ملي كتحلوا القرعه كتشموا ريحه القزبر والمعدنوس طري، غير تبقاو ملي تهزوا ديروا شويه زيت، زيت العود ولا الزيت العاديه باش يتغطى وتيجي رائع. ها نتوما كما شفتوا، صافي غير كنبقى نحرك بحال هكا، حيت كما قلت لكم راه اللي متبعين معايا القناه راه كنقول لكم تخليوا الخضره حتى تشرب الماء ديالها، عاد نديروا العطريه ونديروا الزيت باش ملي نجيو نديروا الحشوه في الخبيزات ولا في المسمن ولا في اي حاجه ما تقطعش لينا. صافي دابا من بعد ما شحرت الشحمه كما شفتوا كنطحنها وكنديرها في الكونجيلاتور، كتجيني ساهله. كنطحنها غير في الهاشوار، انا هنايا راني طحنها مع شويه القزبر المعدنوس. صافي كنبدا نخلط بحال هكا، صافي غير غدوب ليا شويه الشحمه نزولها وغادي نمشيو للعجين، العجين ديال المسمن. صافي هانتوما شفتوا راه ملي كتخرج من الثلاجه هي راه ما كتشدش فيها الثلج بزاف، غير كنبقاو نضغطوا عليها براس الملعقه بحال هكا، راه صافي صافي كتبدا تذوب. صراحه المسمن بهاد الحشوه كيجي لذيذ. عاوتاني البنات اللي بغيتو تستعملوه في الفران، حتى في الفران كيجي لذيذ وكيجي رائع. راني مشاركه معكم البنات دايره مسمن في الفران بالشحمه الخضاريه، بالبصله الخضاريه عفوا، البصله الخضاريه والشحمه، كيجي حتى هو واعر في الفران. المهم اللي مهتمه راه تدخل لي فيديو ديال القناه وراه غادي تلقاه، حتى هو كيجي يا سلام، كيجي لذيذ وكيجي مقرمش. انا تشهيته بصراحه مسمن عادي ديال المقله. صافي غير كدوب ليا شويه الشحمه، صافي غادي نمشيو دابا للعجين. صافي راه دابت لينا، دابا غنطفي عليها النار ونمشيو للعجين. عندنا هنايا العجينه البنات راني ديجا دايره معكم في القناه، ما بغيتش نبقى نعاود باش ما نطولش لكم الفيديو. انا هنا البنات استعملت دقيق القمح الكامل، استعملت
زلافه ديال دقيق القمح الكامل، واستعملت جوج زليف ديال الفورس، عجنته في العجانه غير بالماء دافي والملح فقط. ملي تعجنات حطيتها في هاد البلاستيكه، دلكات مزيان حطيتها في البلاستيكه. غادي نجيو دابا للزيت. عندي هنا هاد الزيت، هذا هو باش غادي نورق، ما كنستعملش الزبده، كنستعمل غير الطريقه هذه. كيجي مورق، انتم غادي تشوفوا معايا كيجي مورق وكيجي هشيش، يا سلام. غادي نستعمل السميده الرقيقه، اللي ما عندهاش السميده الرقيقه تستعمل الفينو. جوج معلقات، ثلاثه، وغادي نضيف معاهم نصف ديال الخميره، كيس ديال الخميره. استعملت انا اربعه العواشق ديال السميده الرقيقه باش غنورق، نص ديال الخميره. هانتوما تشوفوا، غنخلط حتى يعطيني واحد، هانتوما شفتوا واحد الخليط راني استعملته معكم في المسمن. صافي، غادي نبداو دابا وغنخليو الزيت الاخر هادي، غادي نخليوه للتوراق. هانتوما شفتوا، اللي عندها الفينو دير الفينو، اللي عندها السميده الرقيقه حتى هي كتجي في التوراق، كتجي زوينه وكتجي لذيذه. هنايا كما شفتوا، هنايا بما انني ما غنصيبش هذيك الساعه المسمن، درته في البلاستيكه وخليته ياخذ الوقت ديالو. نتوما غادي تشوفوا كي جا، جا واعر. شوفوا كي تجي العجينه ديالو، كتجي مطاطيه. هانتوما شفتوا، انا عجنته البنات بدقيق القمح الكامل. اللي ما عندهاش دقيق القمح الكامل تستعمل زلافه ديال الفينو، وتستعمل جوج زليف ديال الفورس. هانتوما شوفوا العجينه كي تتجي. صافي، دابا غادي نديرها كويرات. انا غادي نستعملو هاد المره شويه صغير، ما كبيرش بزاف. غادي نديرها كويرات، نتوما شفتوا العجينه مطاطيه، دلكات وخدات وقتها في الراحه. صافي، دابا غادي نشكل الكريات ديالي. الحشوه عندي واجده، المقله حطيتها تسخن، وغادي نبداو على بركه الله. من بعد ما غادي نكمل هادشي كله. صافي، غادي نبدا هانتوما خليكم معايا حتى الاخير وغادي تشوفوا. هاني من بعد ما درتهم كريات، غطيتهم بهذيك البلاستيكه النيس، ما بقى لي فيها الزيت، مع دهنتها قبل ما ندير فيه العجينه، دهنتها بالزيت. صافي، دابا ها الحشوه ديالي حتى هي بردات، خاصها تبرد باش ما تشركش لينا، باش ما تقطعش لينا الحشوه العجين ديالنا. صافي، انا كنسرح، نسيت ما درتش الحشوه. المهم خاصني قبل ما ندير الحشوه ديالي ندير هذاك الخليط ديال السميد والخميره، نسيت ما درتوش في هذه الكره الاولى. المهم البنات نتوما ديروها، انا غنديرها غير في الجوانب، ولكن ضروري ديروها في الاول ملي تبسطوا العجين نديروها. انا غير نسيت. صافي، وغادي نبقى مباشره نقرص ونطيب حتى نكمل الكريات ديالي كلهم ونكمل العجين. ندير الزيت وغادي ندير هذيك الخليط، ضروري نديرو هو الاول، حيت هو ملي كتبدا طيب هو اللي كيخلي لينا ديك التوريقه. نتوما شفتوا كنديرو في الاول، غير الاولى نسيت، ندير بحال هكا، نديرو الحشوه ديالنا. ما نقولش لكم البنات كي تيجيو هاد المسمنات، هاد المسمنات العشاق، الناس اللي كيعشقوا المسمن ديال الشحمه. كما قلت لكم اللي ما بغاش يستعمل الكفته ما تستعملهاش، تستعمل غير البصله والشحمه، كيجيو يا سلام. صافي، كنطويوه عادي، الطويه العاديه التقليديه ديالنا ديال المسمن، بدون كثر التعقيدات، بدون، كيجي ساهل
بالنسبه للبنات المبتدئات خاصهم يبداو بهذاك الشيء الاصيلي القديم يتعلموه عاد يبداو يديروا الافكار الجديده ما فيها باس. غنبقى بحال هكا حتى نكمل معكم الكريات وغادي نبداو نطيبو مباشره. المقله اللي راني شعلت عليها باش حيت كما كتعرفوا المقله الثقيله شعلوا عليها وخليه ونقصوا العافيه وخليه باش تشد السخونيه باش غير نبداو نطيبو بالزربه. هاد الخليط هذا راه غني على تيغنينا على الزبده كما عرفتوا الزبده دابا غاليه حتى الزيت غالي ولكن اللهم نستعملوا غير حاجه وحده باش نستعملوا الزبده والزيت بزاف. هاد الطريقه هذه ديال هاد الخليط هذا كيجي مرق وزوين بزاف. صافي كنطويو عادي الطويه العاديه كنضغطوا عليه غير شويه وكنخليوها. راني بديت دابا كنطيب كنسرحها وكنأكد البنات بالنسبه للمبتدئات الجناب ديما نضغطوا على الجوانب مزيان باش ما يجيكمش الجوانب غلاط بزاف. صافي كنخليها دابا فوق النار وكنبقى نعطيها التقلاب حتى كتحمر من كلتا الجوانب. ما نقولش لكم الريحه يا سلام الريحه هذه في الصراحه العشاق الناس اللي كيعشقوا الشحمه اللي كيعشقوا المسمن ديال الشحمه راه يعرفوني اش كنقصد. راه ملي كيبدا يطيب والريحه يا سلام. التليفون البنات مع الكاميرا داكشي سخن طفيتو وخليتو برد ما قربتو بزاف المقله حتى بدات الكاميرا كتسخن بزاف. مهم غير كنخليوها تصهد كنقلبو غير كنخليوها تصهد كنقلبو حتى كيتحمر وكيعطينا اللون الذهبي الرائع اللي حنا باغين. هانتوما شوفوا كي تيجي كيجي محمر. ها هما البنات المسمنات ديالنا من بعد ما كملت هما باقيين سخان ما نقولش لكم. شوفوا البنات الشكل ديالهم كي داير شوفوا كي تيجيو مهوين من الداخل كيجيو مهوين شوفوا كي تيجيو كنتمنى يعجبوكم كنتمنىكم تجربوهم. نقولش لكم التوراق هانتوما كتشوفوا كل شيء باين كيجيو مورقين الى هنا كنقول لكم مع السلامه. نتمنى المسمنات يعجبوكم. نقطع معكم هذه شوفوا البنات التوراق عرفتي راهم سخان ما قديتش كاع نقطعهم. هانتوما شوفوا البنات شفتوا التوراق كي تيجي كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد المسمنات. والى هنا كنقول لكم مع السلامه.